الام الجديده بتبقى عندها حماسه كده، عايزه تشتري كل حاجه للبيبي وعايزه تجيب له كل حاجه، فبتروح تجيب حاجات بزياده قوي. الحاجات اللي بزياده قوي دي بتؤدي لكركبه زياده قوي في البيت، بتؤدي لان بدل ما اقعد ارتب اوضه فاضيه، لا انا برتب اوضه متروسه حاجات، وده طبعا بيحمل عبء اكتر بكتير وبيشيل الام اكتر بكتير وبيخلي عمليه التنظيف والتنظيم والترتيب اصعب بكتير. فبالعقل بنجيب احتياجاتنا، وهي الدنيا يعني انا في حاجتين انا مش قادره افهمهم في الحياه. الهستيريا الرهيبه ان البنات قبل ما تتجوز لازم تجيب كل حاجه، ايه ده المجه بوفيونكا ما جبناهوش، ازاي البيت هيمشي ازاي من غير المجه بوفيونكا، لازم ننزل نجيب 12 عادي. على فكره انت بتتجوزي انت مش راحه الدرك الاسفل، انت هتتجوزي والحياه هيفضل فيها محلات وهيفضل فيها شوبينج وهيفضل فيها حاجات ممكن تشتريها، فعادي انك تتجوزي من غيرها وتجيبيها بعد كده لو احتجتيها، اوكي تماما الدنيا ما تهدتش. نفس الكلام ينطبق على الام، هي عايزه تجيب كل حاجه لابنها بهستيريا، فبينتهي الامر ان هي بتجيب من الحاجه 10 اشكال فوق احتياجاته. هو في امهات بتجيب حاجات البيبيهات بتكبر اصلا وهي لسه ما استخدمتهاش من كتر ما هي زياده، فهو بيبي جه احنا ما رحناش في حته، احنا موجودين في الدنيا ونقدر ننزل نشتري له اي حاجه يحتاجها في اي واحد. المحلات بسم الله ما شاء الله موجوده والحمد لله، لو ربنا موسع عليكي وتقدري تجيبي له اي حاجه في اي وقت الحمد لله نعمه وفضل. فبلاش هستيريا الشراء، عشان هستيريا الشراء بتحول البيت لمخزن مش بيت، بيبقى عندنا مليون حاجه احنا اصلا مش محتاجينها تماما، وقاعدين نقنع نفسنا ان احنا يعني الحياه مش هتستقيم من غير الحاجات دي. لا والله عادي جدا بتمشي. طب هسالكم سؤال، اللي ما عندوش امكانيات يجيبه وما بيجيبش بيعمل ايه؟ يعني العيال بتطلع ناقصه ايد ولا رجل؟ عادي بيطلعوا كويسين وزي الفل وما فيهمش اي حاجه، ومش هيكبر يقول لك على فكره انت ما جبتليش المرجحه ام سبع شخاليل، مش هيقول لك والله كده، باكد لك ده مش هيقول.